نحن فخورين اليوم بافتتاح فرع بنغازي. فرع بنغازي هو نتيجة تضافر جهود كبيرة، ابتدينا بفرع صغير بفريق صغير وبعدين تواصل النمو، بالنمو هذا وصلنا حققنا الثمرة هذه. اليوم منطقة بنغازي، مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية ككل هو مركز اهتمام استراتيجي لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار. حقيقة المصرف معد وفقا لأحدث ما توصلت إليه تقديم الخدمات المصرفية في العالم، يعني المكانات مفتوحة، كل الخدمة تقدم في مكان مفتوح، أيضا التركيز على كيفية تقديم الخدمة عن بعد، يعني الزبون يقدر عن طريق أبليكيشن معين في الموبايل نتاعه يقدر يقوم بعملية الإيداع ويقوم بعملية الدفع الإلكتروني ويقوم بعملية الاستفسار عن حسابه ويقوم بإجراء كثير من العمليات البنكية اللي كانت في الماضي وفقا للخدمات المصرفية التقليدية إن هو لازم يزور المصرف بتاعه ويدويا يعبي فورم معين ثم ينتظر إن هو تقدم له الخدمة. الكلام هذا في الواقع أصبح الآن وبكل قوة نستطيع أن نقولها لأهلنا في بنغازي أن هذا الكلام أصبح من الماضي. الآن أصبحت التقنية قد دخلت بقوة ودون استئذان من خلال هذا الجهاز الصغير اللي تضع أنت في جيبك، تستطيع أن تقوم بكافة هذه الأعمال المصرفية، وبالتالي هذه تعتبر بشرة سارة ومستقبل واعد وحلم كان حلم في الأول الآن تحول إلى حقيقة في ظل الخدمات التي سوف يقدمها أتيب. سعيدين باستضافة السادة الزوار والسادة الزبائن والسادة الزملاء من الإدارة العامة، ونحن في حق الفترة اللي فاتت اشتغلنا بشكل مكثف لتعريف المصرف في المنطقة الشرقية وتطوير المجال المصرفي وتحويل الخدمة من الخدمة التقليدية للخدمة الرقمية، وهذه الصعوبات اللي واجهنا حقيقة بتعريف المصرف والخدمات بتاعها وتقديم صورة إيجابية لمصرف إلكتروني أو للخدمات الإلكترونية. الآن وصلنا لبنغازي، فتحنا إدارة المنطقة الشرقية وفتحنا الفرع اللي حيقدم خدمات للشركات بداية ومستقبلا إن شاء الله حيغطي جميع طبقات المجتمع. طبعا مصرف السراي بصفة عامة أكيد طبعا غني عن التعريف، وهو المصرف اللي حيكون إن شاء الله رقم واحد في ليبيا وفي المنطقة من ناحية التحول الرقمي، وحيقدم الخدمات بشكل كبير للمواطن الليبي وللشركات ورجال الأعمال وغيرها، حيقدمهم بشكل ديجيتال بشكل رقمي بحيث إنه هو يسهل على المواطن كل الطرق للحصول على الخدمات الرقمية الراقية والخدمات الحديثة اللي تواكب التطور العالمي يعني وتطور التكنولوجيا اللي صاير.